لا يلا من ده اللي دق علينا ده الحين. الو ارحب يا خال، يلا حيا يا هلا والله يا مرحبا، سلمك الله، الله يتقبل يا رب. ايش سحور؟ بيجونك الجماعة كلهم؟ والله يا خالي ما اقدر، ما اقدر يا خال والله ما اقدر. السوق انا تعرف اني عندي محل في سوق هنا، اي سوق شارع 11. اي يا رجال، بس الله رزقنا بعمدة غثيث، والله ما يسمح لك تفطر شبر من السوق. خصم خصم، ولا والله ودي اني معك اوقف معك ونستقبل الضيوف ونستقبل الجماعه، لكن معنا عمده عمده. سبحان الله، ذاك العمده لو تشوف وجهه سبحان الله مظلم مظلم، قلبه 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 ما هو نظيف. ايوه ايوه بالله، انك تقول لا لا انك تدعي عليها في 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 الفطور انت وخالتي، ها؟ ادعو عليها رجال، عسى الله يمكن الله يفكنا منه ونرتاح. الله يبيض وجهك، يلا يبلغ سلامك، ابشر ابشر في امان الله في امان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا 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 اخ صالح. توك واصل؟ اي توني واصل الحمد لله. كنت اكلم، ما سمعت شيء؟ لا لا ما سمعت الا كل خير. اي الله يسلمك، اقول لك يا عمده الامور طيبه ومستتبه والحمد لله. جاي غثيث قصي ابو غيث، قصي ابو غيث، ابو غيث ابو غيث، حياك الله حياك الله. الله يعطيك الصحه. في شيء؟ لا لا ولا شيء. مبسوط؟ لا الامور طيبه. في السوق يعني في مشاكل؟ ولا لا الحمد لله، في انتظارك، احنا من يوم تشرق تشرق السوق. خلاص روح المحله. الله يعطيك العافيه، شكرا يا عمده شكرا. يا الله شوف انت البضاعه اللي عندك. تسمع بقول لك شيء، ترى انا ما جيت عشان خاطر عيونك، ما جيت يعني عشان رضاك ولا بساعدك ولا عشان اجل على وش جيت يعني؟ مثلا يعني جاي مثلا تاخذ لك كيسين مثلا تروح تسوي فيهم عاش للشباب مثلا، ولا شنو جايبك انت؟ اسمعني الله يرحم والديك يا اخوي. ما تكلم وجه، انا قاعد اسمعك من اليوم، من اليوم انا قاعد اسمعك. ايش فيك يا اخوي؟ انا جيت عشان ذا العمدة الغثيث اللي معنا في السوق. وش ذا وش ذا اللبس ذا غلاف كاميرا يا اخوي؟ انت تذب على ملابسي يا اخوي، ما هو بوقتك اقول لك. وش تبي؟ العمدة ملاحظ عليك ملاحظات وممكن انه يخصم عليك، فانا جاي اليوم عشان ما يخصم عليك العمدة الغثيث ذا اللي قروشنا في حياتنا، ولا ابغى يجيك شيء يا شيخ. فانا جاي عشان كذا. اول شيء اذا جيت تتكلم معي قل بسم الله. ثاني شيء انا رجال، العمده هذا ودي ادخل صبعي في عينه واسد عينه، لا سد عين واحده وخلي عين عشان ما يشوف الا من واحده بس، لا من جهه واحده. لا انا ما ابغاه يشوفه، ابغى افقع عين الثاني بعد. انا الود ودي العمده ذا ودي ان اصوخه كف واسد الخدود حقتها، اسدها سد. انا الود ودي ان العمدة ذا اول ما اجي اصبح اصب عليه جيك ماي حار، واذا جيت امشي اصب عليه جيك ماي بارد. قل ليه؟ ليه؟ عشان تصير معادله بين البارد فيزيائية. اي بين البارد والحار. الود ودي اني اول ما اشوفه اصوخه كف اخلي اذنه تصل، واذا جيت طالع اصوخه كف عشان لليوم الثاني ويتصل. انا ودي اجيب مفك عجل وافك براد. شو تفك؟ السلام عليكم. سلام. هلا هلا بالشباب. هلا ومرحبا. سبحان الله سبحان الله. العمده سبحان الله مهما يصير ومهما نقول عليه الا انه وفي. نعم. وشخص 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 ترى شوف العمده هذا وجه بشوش سبحان الله، وجه بشوش سبحان الله، ويدخل السعاده على الانسان، لان اذا كان الانسان في سعاده يشوف العمده. بس اقول انت وياه احنا لازم نتاكد من شيء. انت توك جاي؟ اي توي جاي، ولو سمحت وما سمعت شيء ها؟ عسى تعدي الدوام. ها بقول لك لا ما جاي، تو جاي. ايش فيك انت يعني؟ ابراهيم تو جاي الرجال. روح محلك.
روح روح روح. اسمع كلام، اسمع كلام العمدة. العمدة إذا قال كلمة قل سم وحاضر. أنا ما أدري ما أدري إيش اللي مغيرك يعني. أنا لا كنت لا حبيب جدا. لا لكن لا جلوسك مع بعض الناس يمكن يخلي أخلاقك إلى الطريقة منحدرة. ترى شوف بعلمك شيء، العمدة هذا ترى قلبه أبيض. قلبه أبيض. تيشيرتي. إي راح تسمح لك. يلا ما يخصم عليك. يلا يلا يلا. قرب يا ولد قرب، الزين عندنا والشر حوالينا. قرب الرز اليوم خصم 50%. قرب 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 يا ولد قرب، الزين عندنا والشين حوالينا ولا علينا. ماشي حقيقة. آه يا قلبي، أنا كنت أتوقع أني أنا اللي مسعدهم وأنا اللي كل واحد حامل علي مشكلة. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا أخ محمد. هلا هلا. يا مرحبا، شلونك؟ هلا الحمد لله. شيك عسى ما أشهر؟ لا ما خلاف، وراها بألمح عشان يا ابن الحلال. تعال بسولف أنا وياك، عندي لك موضوع جميل. هلا. أنا يا أخ محمد حقيقة يعني أجد فيك يعني التاجر الأمين الناجح الثقة. شلونك أنت؟ الحمد لله. وش رايك في أبو سند وعلاقتي بالسوق ومعكم؟ ونعم ونعم. ايش فيك علي انت؟ انت كان مالك خلق علي. لا 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 بس يعني ونعم انت ابو سند. ها؟ ونعم ونعم. فيك نوم؟ لا الحمد لله. في ضغط؟ طبيعي طبيعي 100%. اللهم لك الحمد، الامور كلها تمام. تعبك بشيء انا؟ كل شيء تمام يا رب. السوق مزعج؟ هذا بيبتلي الاسئله. ليش طيب؟ انت لك يومين ما عجبتني حقيقه. والله عشان تتصدد، واذا شفتني رحت بعيد. ترى انا يعني صح اني ابو سند لكن اخوك، ما عندك مشكله. ما انت اخوي، ما انت اخوي. ابي مصلحتك. الله يعافيك، ان شاء الله كل الامور تمام. تبي شيء؟ لانه ودي اروح للمحل انا. لا 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 لا, لا ما انت بطبيعي، شكلك مالك خلق علي حقيقه. كيفك؟ توجه لمحلك. ما عندك مشكله. اخ عبد الله. السلام عليكم. سلام. هلا حبيبنا. هلا اخ عبد الله، شلونك؟ انا داري انك متاخر لكنك انت ابيك موضوع، ابيك موضوع بسيط. عندي ترتيبات. اي ما يخالف، دقيقه بس. دقيقه ابدا. هلا هلا. شلونك؟ هلا ابو سند. عساك طيب. بشرك طيب. انا اعرفك انك صريح نوعا ما. ترى الصراحه احيانا ترى تكون بجاح. انا ما لا 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 لا، انا اعرفك انت انسان متعلم ومثقف. و أسألك سم. أبو سند الآن أمامك ويطلب منك أنك تعطيني عيوبي وحسناتي عليكم في السوق. افتح لي صدرك، تنفس الصعداء، فكر في هذا الرجل الماثل أمامك الذي وهبه الله كثيرا من الأخلاق، ويمكن واحد ما هو معصوم. ها يعني هل يعني ايش رايك انت يعني هل مع الشباب؟ يا اخي قل له ايش رايك فيني؟ كذا قصدك؟ ايوه بس ما ودي اقولها لان ما هي بزي الواحد، انا ذلك بتمدح والواحد ما ودي يعني مدح نفسه كذاب يعني. لا ابو سند لا تحرجني والله. لا عادي. لا 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 شوف اسمعني، انا داري انك يعني انت من المؤيدين، لكن في بعض الشباب ما عجبهم الوضع. ها؟ يعني نفسياتهم زينه علي وكذا. سند ابو سند لا تحرجني والله، ما اقدر اقول فيك شيء. ما اقدر. لا 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 قل 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 يا عبد الله عادي، حتى انت لو ما قلت لي انا بقول لك عيوب عندي عادي. انا اقول عيوبي ما عندي مشكله. عطني عطني. لا لا يا ابو سند ما اقدر والله. ما اقدر يعني انا ودي بس ما اقدر صراحه. ودك؟ يعني مو بدي. ودك؟ قل 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 تكفى. داري انا داري. صح صح يمكن صعب انك تطلعهن لكنهن ممكن يعني واحد ما معصوم. الصدق احبها الله. يعني ايه بقول لك واحده بس. واحده بركه. اول مره اشوف عمده خفيف. عمده ايش؟ خفيف شوي. خفيف ولا خفيف؟ خفيف. اشو حسبته خبيث. لا لا شوف الخبز القبول صفر. ما في قبول؟ الصدق ما في قبول. يعني انت رجل انت رجل غير مقبول صدق. هذه خفيفه هذه.
انت طلبتني يا ابو سند، انت غثيث بالنسبه لي وبالنسبه للتجار صراحه، انت رجل غثيث. غثيث يعني صدق القبول صفر مره، يعني انت ما تنزل من هنا مره، ترى مره غثيث. ما في قبول. لا تبكي بكيفك، شوف انت اللي طلبت اني اقول فيك الكلام ده، انت غثيث مره، انت ما انت مقبول. يعني حساب يعني لو بدي التجار الحين ترى يشيلونك قسم بالله العظيم، يعني انت انسان ما مالك اي مره، يعني ما تنبذل. هذا انت ما ودك تقول لي. والله ما ودي، بس انت اللي احرجتني يا ابو سند ترى. طيب بس شون يا ترى فوق هذا كله ترى، يعني تراك طيب شوي، يعني ما انت زين. ايه طيب شوي بس غثيث. لا تعيدها خلاص يكفي. انت ما تبيني اقول اللي فيك؟ خلاص خلاص. يعني انت انا بقول لك، تخيل انك تدخل مجلس عشان تتصور بس، بتاخذها بحنيه عرفت؟ إيه؟ تخيل انك تدخل مجلس وانت ما انت مقبول في المجلس كله، يعني تخيل انك انت ايه كان انت غثيث بالنسبه للمجلس كله، وتجلس وكل اللي في مجلس ينظرون فيك وانت ما هم طايقينك، يعني ما يحبوا، يعني انت انسان ما انت محبوب. معقول؟ ايه صدق يا عبد الله، ترى شوف انا ما ودي اقول لك بس انت ليه جبرتني؟ انت يا ابو سند يعني صدق من قال قبول من الله سبحانه، ينزع القبول يعني من اشخاص يعني مثلك. طيب ايش سوات؟ والله شوف بيني وبينك رمضان ما بقي الا شيء، فهمت؟ غادر السوق ولا انتحر. اقول الله اقول غادر، ما جاك احساس انت؟ اقول غادر غادر انت يا اخي، ما انت مقبول. خلاص جزاك الله خير، شكرا. ما عندك احساس؟ ما تبكي؟ خلاص قلنا شكرا. قم 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 خلاص. تبي بعد ازيدك؟ لا لا تقفلها خلاص، لا تقفلها يا اخي. تبي ازيدك؟ لا 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 يكفي يكفي يكفي، روح روح مكانك. تحسف اني شاركت معك. روح تحسف انك مشارك؟ ايه قم. انا المشهد ترى فرصه عظيمه اني اقول فيه الكلام ده. اقول قم. انا بقوم بس انا قلت انا قلت لك الصدق، انا في السوق وخارج السوق. المشكله هي يعطيني عيوبي هو يضحك عادي. لا 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 الوضع ما ينسكت عليه، لازم الواحد يقول له، يقول يمكن تغادر. طيب اتدارك قبل ان اغادر يا اخي، لازم اتغير يا اخي. انا صحيح ما حسيت اني ماني مقبول. لازم طيب صح، هم يعني شافوا اني عنف عنف، بس هذا كله معهم انا بمصلحتهم. اول متى يجيهم اليوم؟ يعني هالايام هذه متفرغت لهم، صرت اجي يوميا، احسبهم بيحبوني زياده صاروا. ما ودي امدح نفسي، من اللي جاب لهم محلات، ومن اللي لمهم، من اللي عزهم، الا انا بس. بس في ناس ما تقدر. لازم اتغير، لا لازم اتغير، ولازم اقول لهم اشياء تسعدهم، واحاول اني اكسبهم. ما بقى على نهايه السوق الا ايام، فلازم اخليهم يحبوني ويذكروني بالخير، يدعوني ليه 29 27. لا 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 جتني فكره. يا شباب يا شباب، محمد ابو زيقه، صالح ما جاء، صالح جديد ان شاء الله، ابراهيم بنجيب لك ان شاء الله، عبد الله يا ربي اقفوا شوي شوي، بس ابى اقول لكم شيء. ايش تبي؟ قم يا عبد الله اسمع الكلام. سم سم تعال يا ابراهيم نجاشي، لا توافقني على الكلام اللي قلته، بس هذا اللي في خطه. لا لا انت ايقظتني يا اخ عبد الله، هنيئا لك انك ايقظت انسان. الله مع التفال. نعم محمد انا ادري يعني في نفسك شيء، وانت كذلك يا ابو رزيقه، والاخ عبد الله والاخ ابراهيم، انا حقيقه تماديت، وعلشان كذا جيت اليوم اعالج الخطا اللي وقعت فيه. ادري عندكم اشغال وتجيكم ظروف ومناسبات، وانا ملزمكم تقعدون بالسوق، لكن من اليوم في قرار جديد. حلو. ان شاء الله بيعجبكم. ما عندي ابدا مشكله ان الواحد صار عنده شغل يروح
بس علمني اقعد محله، انا بقعد محلك. انا بقعد محلك. ايه شنو؟ عندك شغل، سوق، مناسبه، ابد انا اقعد محلك. خلاص انا الحين عندي مناسبه شوي واجيك محلي. ما يخالف خذ راحتك. انا معه في المناسبه. لا لا اثنين. انا معه في المناسبه. انت ما قلت تمسك محلي؟ خلاص امسك هناك وامسك هناك. ابشر ابشر. يلا باي. برضو هذا معي بعي، هذا معي. يلا امشي. ارسلوا لي دعوه. يلا مشينا. طيب محمد انا تمسك ثلاثه محلات ولا امسك محلي؟ انا بس في واحد يبغى نركب له ريسيفر. لا ضروري، ما المعذره منك يا شباب كلكم انشغلتوا. مو معقول يا شباب، يعني انا هذا معروف مني يعني خل اقعد لحالي في المحلات. انا هلا هلا هلا. تسولف مع امرك. وين الشباب؟ مشيت رحت اجيب انظف محلي اللي ما في احد. غريبه. لا كانوا موجودين الشباب. طيب وين راحوا؟ عسى ما طردتهم من السوق. لا ما طردتهم، انا سويت شيء جديد. مبادره صحيح. اي والله. وش مبادرتك؟ قلت لهم ايه يا شباب، يعني اي واحد عنده شغل ولا مناسبه ابد يستاذن وانا قد محله، ما عندي مشكله. صحيح. اي والله. لكن شباب ما شاء الله عليهم كلهم خلوني اليوم. ابو سند امسك تكفى، محلي يحتاج تنظيف. انا عندي اليوم ارتباط مع ما ما مع مين؟ مع الوالده. يلا الله يبيض وجهك. بيض الله وجهك. في امان الله. ايش ذا؟ وش ذا البلشه؟ يا من شرى له من الحلال عله، ليتنا خالصين من هذا كله. انا الله وانا راجعون. صرت لحالي.